هنبدا ناخد في الكورس المكونات دي واحده واحده ان شاء الله، ودلوقتي هناخد فكره عنها. البطاريه دي يا اخوانا الناس الف ب لازم، هتقول لي طب انا مش مهندس كهرباء، انا لازم اعرف شويه معلومات عن الكهرباء، يعني اعرف يعني ايه تيار امبير، اعرف يعني ايه فرق جهد او شده التيار او فرق الجهد، يعني ايه اي، يعني ايه كارنت، يعني ايه في، يعني ايه باور. هل انا لازم اعرف الكلام ده كله وانا شخص عادي هشتري عربيه كهربائيه؟ لازم يبقى عندك الفكره ماشيه ازاي. لان انا لو انا مثلا دلوقتي خدت العربيه بتاعتي وطالع من الرياض رايح مكه، هل يعقل ان انا اخد العربيه من غير ما اشيك على كل حاجه في العربيه وافولها بنزين واطلع اقول رايح على مكه كده وخلاص؟ طب ما انا كده مش يعني مش فاهم. افرض رحت في مكان، وده يعني الحمد لله مش متوفر هنا كل الاماكن فيها بنزينات، بس افرض مثلا في حته فيها 300 كيلو ولا 400 كيلو مفيش بنزينه، تمام؟ اعمل ايه؟ العربيه تخلص مني بنزين. نفس القصه، لازم حضرتك دلوقتي تبقى عارف البطاريه بتاعت العربيه بتاعتك تكفيك كام قبل ما تيجي تطلع المشوار. المشوار ده هاخده، هاخد 300 كيلو، طب اللي باقي في العربيه 200 كيلو، ما انا كده هحتاج او هضطر اشحن في الطريق. فانا لازم ابقى فاهم. لقيت ان في حاجه بدات العدادات اللي قدامك دي، او بدات الديجيتال داشبورد اللي قدامك يطلع لك ان في فولت زياده، في مش عارف امبير قل، في باور اختلفت. اللي عايز اوصله لك ان كل الناس العاديه، شخص عادي تمام مش مهندس كهرباء ولا يعرف اي حاجه عن الكهرباء، تمام، لازم يبقى متعلم شويه حاجات يخلوه يبدأ يتعامل مع العربية الكهرباء بأمان، أمان لنفسه، أمان للسيارة. يبقى عارف مكونات العربية الرئيسية، يبقى عارف الشحنة بتكفيه كام، يبقى عارف نوع الموتور اللي راكب في العربية بتاعته، يبقى عارف يحافظ على البطارية إزاي. دي نفس قصة البطاريات بتاعت الموبايل، نفس قصة البطاريات بتاعت اللابتوب. في واحد بيعرف يتعامل مع حاجة بيسموها، هناخدها كده بالتفصيل إن شاء الله، اسمها اس او سي، اللي هي بيسموها ستيت اوف تشارج، وفي حاجه بيسموها دي او دي، ديبس اوف ديس تشارج، عمق التفريغ. دي خصائص في البطاريه، في طريقه شحن البطاريات وتفريغ البطاريات، تمام. ان شاء الله الاسئله يا اخوانا هخليها في اخر المحاضره، لان انا عندي حاجات كتير، وباذن الله كل الناس اللي عندها اسئله انا هجاوب عليها. ففي عندي الجزء ده لازم الناس تبقى فاهمه المكونين الرئيسيين، البطاريه والموتور. بطارية زي بطارية اللابتوب فلازم تتشحن، فهيبقى في عندي شاحن. العربية في عندي نوعين، العربية هنا في حاجة بيسموها اون بورد تشارجر، والحتة دي مهمة جدا. ادي التخوف الثاني اللي انا هحله مع الناس. الناس كانت متخيلة ان الشحنة ما تكفنيش وهقف في السكة هضطر اشحن. الحاجة الثانية ان انا بشحن عدد كبير من الساعات او وقت طويل. ببساطة شديدة، البطارية بتاعت العربية الكهرباء، وهنشوف الكلام ده، جواها حاجة بيسموها اون بورد. اون بورد كلمة اون يعني داخلي جوه العربية الكهرباء. هتلاقي سؤال برضو في السحب بتاعنا، هتلاقي اون بورد تشارجنج. اون بورد تشارجنج دي معناها ايه؟ ان في شاحن داخلي مع البطارية. اهو ده اللي بيوصل فيه الراس دي، بتوصل هنا على الشاحن المنزلي اللي هو اللي احنا هنسميه اي سي. معظم الشواحن اللي انت هتشتريها هتركب عندك في البيت. وحتة مهمة جدا بدأت اشوفها كتير، المفروض الشركات اللي بتبيع عربيات الكهرباء بتدي لك حد يعمل لك ريكومنديشن يركب لك الايه، الوصلة بتاعتك في البيت، وصلة الشاحن الشارجر اللي هو الاي سي شارجر، لان الحاجات دي بيبقى عليها امبير، 16 امبير و32 امبير. انت لو رحت جبت كهربائي وركب لك الاي سي تشارجر ده على اللوحه، واللوحه البريكر بتاعها 10 والسلك بتاعها 4 مللي، وهو بياخد مثلا 32 امبير، هتلاقي نفسك بيحصل عندك شورت سيركت، او الشاحن نفسه يحصل فيه مشكله، او ممكن تتعدى الامور ان البطاريه او العربيه نفسها يحصل فيها شورت سيركت. فمهم جدا لما تيجي تركب اي سي تشارجر، تمام، تبقى انت عارف ان الاي سي تشارجر هيركب بكابل مناسب، ويركب على لوحه عندها القدره، اللوحه بتاعت البيت، ان هي تقدر تشيل الكابل ده والحمل ده، تمام،
وان انت هتبدا تشحن فترات طويله، ممكن 6 ساعات 7 ساعات 5 ساعات حسب نوع العربيه بتاعتك. ده اللي هو شاحن البيت اللي احنا هنسميه اي سي. اي سي يعني تيار متردد بالبلدي، تمام؟ اي سي لدي سي. يبقى ايه لازمه، ايه لازمه الاون بورد تشارجر؟ ايه لازمه الاون بورد تشارجر؟ الاون بورد تشارجر بما ان دي البطاريه كلنا عارفين ان هي بتاكل وتشرب دي سي، يعني تيار ثابت زي البطاريه بتاعت اللابتوب بتاكل وتشرب دي سي، البطاريه بتاعت الموبايل بتاكل وتشرب دي سي. طب انا لما بحط الراس بتاعت الشاحن بتاعت اللابتوب بحطها في الحيطه على طول، الحيطه دي بتطلع لي من شركه الكهرباء سنجل فيز 220 فولت، يبقى انا لازم احول من اي سي الى دي سي. ده موجود فين؟ جوه العربيه، فبالتالي سموه اون بورد تشارجر. طيب لو انا هروح اشحن في محطه شحن هنا مثلا في السعوديه، حاطين 3 محطات مثلا شحن عند المطار، او في ساسو في محطات ساسو، الشاحن ده دي سي اصلا، فانا هاخد الدي سي هيدخل على البطاريه مباشر دي سي، يبقى ده هيبقى ايه؟ اسرع، انا ما حولتش من اي سي الى دي سي. يبقى تاني في البطاريه دي سي، يبقى لازم عشان تتشحن حد يديها دي سي. الدي سي يا اما يجي لها من الاون بورد تشارجر، والاون بورد تشارجر متوصل على الشاحن المنزلي. طب الشاحن المنزلي نوعه اي سي، وده بيبقى بطيء بياخد 5 ساعات 6 ساعات وهكذا حسب نوع كل عربيه، ساعه عربيات تاخد 3 ساعات ساعتين وهكذا. طيب لو انا ماشي في الطريق ونفس العربيه اللي خدت 6 ساعات هروح اوديها الفاست تشارجر بالبلدي كده بيطلع دي سي، طبعا كل ما القدره بتاعت الشحن تزيد هيبقى الزمن يقل، هنحكي فيها ان ديتيلز، بس انا بحكي بالبلدي عشان الناس اللي مش مهندسين او مش فاهمين اسس الكهرباء يبقى فاهم. انا هنا باخد الدي سي اروح موديه على البطاريه اللي هي دي سي، ما عملتش تحويل، فده هيبقى شحن سريع. زي لما انت تروح تجيب كابل بتاع الموبايل ده يقول لك الكابل ده ب 100 ريال والكابل الثاني ده ب 10 ريال، تلاحظ ان ده مكتوب عليه 3 امبير ولا 5 امبير والثاني مكتوب عليه 1 امبير. طبعا الناس بره في السوق يقول لك لا ده ابو 100 ده شاحن سريع والتاني شاحن بطيء. لازم نفهم يعني ايه سريع ويعني ايه بطيء وسرعة الشحن، مهم جدا الكلام ده لان ده هيأثر معاك على العمر الافتراضي للبطارية اللي هي تعتبر اهم عنصر في العربية الكهرباء. طيب ايه الحاجة الاخيرة بقى اللي بطمن بيها الناس؟ معظم الشركات بتدي لك ضمان كبير جدا على البطارية الكهرباء بتاعة السيارة الكهربائية، 5 سنين، لا 10 15 سنة، تمام؟ وفي 12 سنة وفي 10 سنين، يعني مينيمم 10 سنين 15 سنة مثلا. في فئات تانية بتدي أقل من 10 سنين، تمام؟ بس المتوسط في الضمان بيبقى ضمان كبير جدا. طيب يبقى أنا ضمنت إن العربية البطارية بتاعتها ليها ضمان فترة طويلة. الحاجة التانية، تمام؟ ضمنت إن البطارية دي الشحنة الواحدة تكفيني مسافة كبيرة فأنا مش خايف، تمام؟ الحاجة الثالثة إن البطاريات دي بالسيستم بتاع العربية هو إلكتريك بالكامل، ما فيهوش حاجات إيه؟ كلها زيوت وشحوم ومش عارف والجلب حصل لها إيه والمش عارف، هو في بعض الأجزاء الميكانيكية الأساسية بتاعت العربية. بس المين ما فيش بقى البساتم والديزل والمش عارف والبواجي مش عارف حصل لها إيه في الموتور والمش عارف مين، الكلام ده كله ما فيش. فأنت بتخلي فكرة الصيانة أقل بكتير للي هيعرف، تمام؟ الحتة دي مهمة جدا، الصيانة أقل بكتير للي هيعرف يتعامل مع العربية الكهرباء، للي هيعرف يتعامل مع العربية الكهرباء ككائن جديد عليه، يفهمه يشحنها إمتى ما يشحنهاش إمتى. طبعا كل الناس ميسرين كل الحاجات دي بسهولة جدا، نعمل لك ريكومنديشن أو توصيات لكل حاجة في العربية، تمام؟ هتفضل بقى فكرة ان انا خايف من ان البطارية بتسخن، تمام؟ فكرة ان البطارية بتسخن وممكن تنفجر. طبعا زي ما قلنا اللي بيحل المشكلة دي نظام كامل وهو اهم من البطارية اسمه بي ام اس. طبعا الناس بتوع كهرباء في حاجة اسمها بي ام اس بيلدينج مانجمنت سيستم، لا هنا دي باتري مانجمنت سيستم، نظام ادارة البطاريات، وده كورس كامل بياخده الناس
اللي بيشتغلوا في الباتري مانجمنت سيستم، شريحة كده من الآخر، دائرة إلكترونية هي فيها كل الأوامر، كل الاحتمالات اللي تقدر تتحكم في كل حتة في العربية، في كل حتة في البطارية بتاعت العربية. إزاي أعمل كنترول على الكرنت اللي هو ممكن يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، إزاي أعمل كنترول على الجهد، إزاي أعمل كنترول على التمبريتشر، يعني أي سلة هتسخن هو هيديني ألارم وهيفصل وهيبقى فيه سيكيورتي عالي جدا. السؤال المهم جدا واللي أنا إن شاء الله هجاوبه بالتفصيل، في ناس كتيرة جدا يقول لك طب العربية دي بتستخدم هاي فولتج، ده بيوصل ل 700 و800 و900 فولت. أيوه صح، بتستخدم هاي فولتج لأن البطاريات دي لما تجمع الجهود بتاعتها هيطلع رقم كبير دي سي، وده في ريسك. في ريسك، ايه الريسك اللي عليه؟ ان والله ممكن حد بيفك كابل يحصل شورت مثلا، او في حاجه مثلا لو العربيه دي كلها نزلت الميه، تمام، لو في مطر، هل ده هيعمل مشاكل معانا؟ برضو عملوا كل الاحتمالات دي بحيث كل التخوفات بتاعتك، تمام، هنجاوب عليها بالتفصيل باذن الله تعالى في الكورس باذن الله. طبعا هنا انا مش هتطرق للموضوعات، طبعا الموضوعات بتاعت الكورس كتير، كورس اوفر فيو اتكلم على كل انواع العربيات، مقدمه عنها وايه التكنولوجيات الحديثه ومكونات كل العربيات وايه المودرن في التكنولوجيات الجديده في العربيات والبطاريات انواعها كل الانواع والسبيسيفيكيشن بتاعتها والتشارجنج كاركترستكس اللي هي خصائص الشحن، محطات الشحن بالتفصيل، في تفاصيل كتيره، البروتوكولات، يعني العربيه دلوقتي بالبلدي العربيه الكهرباء هو عباره عن نظام كله ديجيتال تقريبا، كله كنترول، يعني زي ما انت كنت بتعمل في المبنى هتعمل في العربيه، تلاقي كميه، تمام، كنترول وسيجنالز، والعربيه بتتربط بالايفون والعربيه بتتربط مش عارف بايه، ولازم يكون واصل معاها انترنت وبيعمل لها ابديت، فكل الكلام ده هنبدا ناخده بالتفصيل. هنبدأ ندرس الاي بي اللي هو بيسموها الانترنت بروتوكول، وفي عندي اي بي تانية اللي هي الانجرس بروتكشن، درجة الحماية للسيارة، هندرسها ان شاء الله بالتفصيل. هندرس طبعا من شركة الكهرباء الباي دايركشنال، ازاي نربط مع شركة الكهرباء باي دايركشنال ويوني دايركشنال، هنتكلم مع الفيكل تو جريد بالتفصيل والمحطات بالتفصيل. انا خلصت، هنبدأ نتعرف، طبعا الكلام ده هنبدأ ناخده واحدة واحدة وبالتفصيل الممل، وأنواع كتيرة من السيارات، طبعا من السيارات المنتشرة كتير جدا، ناس كتير جدا معاها السيارة النيسان ليف، النيسان ليف هندرس الكاتالوجات إن شاء الله بتاعتها بالتفصيل، زي ما شفنا برضو التسلا موديل اس، في عندي الكيا سول دي من السيارات المنتشرة جدا في السوق، البي ام دبليو اي 3، المهندرا اي 20 بلس، الفورد، تمام، فوكس اللي هي الالكتريك، الشوفرلي فولت، المتسوبيشي اي ام اي اي في، والبي واي دي اي 6، ناس كتيره جدا يمكن في مصر معاها البي واي دي اي 6 سياره كهرباء، طبعا في الهوندا كونا دي معروفه يعني ناس كتير جدا جابها، وانا ان شاء الله هبدا اشرح على السياره الفولكس واجن اللي هي الاي دي 4، الاصدار بتاع اي دي 4، طبعا اي دي 4 واي دي 6 نفس الفكره بس الكباستي بتتغير بتاعت البطاريه و شوية بارامترز كده من موديل للتاني. أنا اللي يهمني كمهندس إن أنا أفهم البيزكس اللي تخليني، زي ما إحنا مثلا في الشغل بتاعنا بتاع الكهرباء العادي في المباني أو في الكونستراكشن، أنا بقى لازم أفهم فكرة إن أنا العربية وهشوف مواصفاتها والجنط كام، ده كله هيتشرح، بس يهمني المكونات الرئيسية اللي هي الفرق بين العربيات الكهرباء والعربيات العادية. البطارية، الموتور، التشارجنج سيستم بيتم ازاي، الكنترول سيستم بيتم ازاي، وده اللي ان شاء الله يمكن انا بركز عليه جدا في الكورس. طيب،